بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني صقر. ربما هذه أول مرة أسجل معكم، لكن استأذن المشرف العام على إمتار الدكتور محمد صلاح، ربنا يبارك فيه. إن شاء الله بعد ما اطلعنا على المجهود الرائع اللي قام به الإخوة في الإمتار، حبيت أكمل صورة لبعض الناس حتى تكون عندهم صورة مكتملة للنظام التعليمي في الولايات المتحدة، وحتى يعلموا إن هناك طرق أخرى للمجيء إلى الولايات المتحدة لبعض الناس اللي هو كانت سكوراته ضعيفة في اليو اس ام اللي، أو اللي لسه بيبدأ اليو اس ام اللي، أو اللي بيفكر بس فقط يأتي الولايات المتحدة. فإن شاء الله نبدأ البرزنتيشن أو العرض هذا المرئي سريعا إن شاء الله، وعلى حسب أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله نرى إن كنت أحتاج إن شاء الله أقدم برزنتيشن تانية لتوضيح بعض النقاط التي أغفلناها. فبداية أحب بس أوضح صورة سريعة، لأن إذا كنا تكلمنا عن أو عنوان البرزنتيشن An Alternative Route to US، فلازم تعرف يعني كلنا لازم يكون عندنا خلفية هو إيه الـ Educational System في الولايات المتحدة ماشي إزاي. الطريق التعليمي بيبدأ إن شاء الله مش هاخد وقت كثير، بس هذه مهمة لما بعد، يعني هذه المقدمة مهمة جدا حتى يدرك الجميع الطريق الآخر، كيف نستطيع إن إحنا كلنا أو معظمنا يلتحق بهذا الطريق الآخر. فبعد ما كل الطلبة الأمريكان بيخلصوا هاي سكول بيلتحقوا بالكوليدج فور ديجري زي ما انتم شايفين في السلايد. فطبعا هذا النظام غير الموجود عندنا في مصر. بعد ما بيخلصوا الكوليدج بينقسموا شعبتين، شعبة معاها فلوس أو بترى إن عايز يكون فلوس أو تعب في الفترة من حياته أو لا عاوز يكون فلوس كتير، أو a lot of adventures إن محمد صلاح ما شاء الله ذكرها في آخر presentation اللي حطها في 2013 match، يا ريت تسمعوها كانت جميلة. فناس بيمتحنوا الإمكات وامتحان معين حتى وامتحان أيضا شفوي حتى يبقى qualified إنه join the medical school for 4 more years. فبعض الناس بيقولوا لا ده ميديكال سكول الاكسبنسز غير عاديه، متوسط الاكسبنسز والفيز وكل اللي بيدفعوه التويشن كل هذا ممكن يوصل ل 150 الف على مدار 4 سنين، فلون كبير. فناس بتفضل تمتحن الجي ار اي، وان شاء الله هنرجع لنقطه الجي ار اي جراديويت ريكورد اكزامينشن، ويجوين الجراد سكول. طيب نمسك الاول الجانب الشمال. طبعا انتوا عارفينه محمد صلاح ما شاء الله والاخوه القائمين على امتار اعطوكم تفصيلات ممله ودقيقه عن هذا، بس انا بس هذكره سريعا لانوه على شيء اخر خطير ابتدى يبقى منتشر جدا في السنوات الاربعه والخمسه الاخيره. فبعد ما الناس بيخشوا الميديكال سكول الامريكان بيخشوا ويخلصوا ميديكال سكول او اي حد التحق، يعني طبعا كلهم زينا بيعملوا اليو اس ام ال اي ويجوين الريزيدنسي. بس اللي حصل في الفترة الأخيرة إن بعض الأمريكان اللي بيفشلوا في دخول الميديكال سكول سواء سكوراته في الإمكانيات ضعيفة معهوش فاينانشال ايدز أو سبونسر شيب كافية إنه يخلص الميديكال سكول أو أي أو أسباب أخرى، ابتدوا يروحوا الكاريبيانز دول أمريكا اللاتينية والجنوبية وياخدوا بعد الهاي سكول على طول. يعني هو بيجمب الكوليدج والميديكال سكول، بدل ما بيقضي 8 سنوات من عمره بيقوم بيجمب من الهاي سكول دايركتلي للكاريبيانز، والاس اف ام جي بتعتبره اي ام جي بس ستيل هو اسمه امريكي شكله امريكي، فبيتعامل على كانه يو اس اي ام جيز. فهي دي النقطه اللي انا حبيت اوضح الصوره لبعض الاخوه، لان هذا كثير وانا سمعته ناس كانت زمان من 5 6 سنين او ربما اكثر او اقل يقولوا كان بيجي لنا انترفيوز 20 30 15 في هذه الحدود. الان ناس بيبقوا زي ما محمد صلاح وبارك الله فيه وغيره ذكر في البرزنتيشنز الرائعه بتاعتهم، يقول لك ولد ممتاز دبل 99 وسي اس ستيب من اول فيرست اتمبت باس، ورغم ذلك جات له 4 او 5 او 7 انترفيوز ماكسيمم، يعني قدم في كل البروجرامز وبس عدد قليل. ليه؟ لان هذه النقطه اللي انا احب الفت النظر ليها، الكومبيتيشن بقت على 3 مراحل بدأ أو 3 levels of competition، ما كانوا بدل ما كانوا 2. فاليو اس اي ام جيز كمان دخلوا في الكومبيتيشن معانا اللي هم خلصوا الكاريبيان ميديكال سكول مش يو اس ميديكال سكولز، خدوها في الكاريبيانز او واتس ايفر، فهم برضو بيعملوا يو اس ام اي ويخشوا ريزيدنسيز زي ما احنا بنعمل النون يو اس اللي هو الفورين ميديكال جرادز اللي هو ان هم لا امريكان ولا درسوا في الميديكال سكولز بيعملوا هذه القصه. طيب بس احنا عندنا فرصه، كان هذا هو السبب اللي استأذنت فيه محمد صلاح وحبيت بس أفتح العيون والأذهان، لأن إحنا يا جماعة أي طالب متخرج من كلية الطب في أي دولة ليست فقط في مصر بيسموه هنا الـ MD you are MD. فأي طالب MD من حقه يخش في الـ alternate route اللي بالأحمر اللي هو ممكن
إن شاء الله هذكر يعني why, who and when to apply or to start this alternative route. فمن حقنا بدون أي شهادات أخرى ولا حتى USMLE ولا all these expenses اللي بندفعها في طبعا أنا ليس هناك داعي أن أنا أخوض فيها بعد ما محمد صلاح بارك الله فيه عمل برزنتيشن في منتهى الروعة. فطبعا إحنا كمان بنعاني من مسألة الفاينانشالز ولازم نيجي US وتذكرة إلى آخره. ففي احنا لينا تو راوتس. الراوت الاولاني حاجه اسمها بوست دوك ان شاء الله هنتكلم عنها، بس قبل البوست دوك في جراد سكول. طبعا البوست دوك هو الطريق الاقصر والاسرع ولا يكلفك شيء على الاطلاق، على الاطلاق ولا يحتاج اي شهادات ولا توفل ولا دي ار اي، مش محتاج شيء منك تماما خالص. او انك تعمل زي ما الامريكان بيعملوا تجوين الجراد سكول بانك تعمل دي ار اي، وهنتكلم عن النقطه دي. طيب ايه ال ال الجراد سكول دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مدرسة او مدارس في الجامعات الامريكية على مستوى الولايات المتحدة وغيرها، بتعطي حاجة من اتنين، اما ماسترز بروجرام سنة ونص لسنتين، او بتدي بي اتش دي بروجرام خمسة ونص خمسة لسبع سنين. وما تتخضوش يعني مش كل الناس بياخدوا 7 سنين. طيب نبدأ بسم الله يعني. فنقول بس النقطة اللي حبيت انوه عليها يا جماعة أحبابنا في الله والخير والمصريين وغير المصريين من سيسمعون هذا، أهم شيء يجب يكون في أو هكذا وجهة نظري ربما يختلف معها البعض ويتفق، أهم شيء اللي يكون في ذهننا أن احنا بس نيجي للولايات المتحدة وإن شاء الله يبقى في تعديلات وترتيبات أخرى يعني فاين تيونينج والموديفيكيشن، بس خلي عندك البريوريتي أن أنا أجي فقط أجي الولايات المتحدة، فمش لازم تبقى مصمم أنك تيجي عن طريق الريزيدنسي. لذلك احنا عملنا هذه البرزنتيشن عشان بس نوضح للناس ان ليس شرط ان حتى لو سكوراتك ضعيفه او ما اتقبلتش او عملت نون ماتش السنه دي او اي اشياء اخرى ان خلاص كده الطريق اتسد على الولايات المتحده، لا في طرق اخرى وتستطيع برضو انك تقدم في نهايه المطاف على ريزيدنسي. فبس خلوا في ذهنكم ان بس تعالى الولايات المتحده وكل شيء ممكن يتغير بعد هذا. هذه النقطه اللي نصحت بها وجدت انها نقطه فعلا صحيحه. طيب طيب واي ليه بنتكلم عن هذا الالترناتيف راوت وبنناقشه وايه اهميته؟ زي ما ذكرت ممكن اليو اس ام راوت فيري لونج بعض عند بعض الناس خاصه اللي شغالين، وكذلك الهاي اكسبنسز مكلف زي ما محمد صلاح الدكتور محمد بارك الله فيه ذكر. بعض الناس بيجيب لو اور نون كومبيتيتيف سكورز خاصه ان الانديانز والتشاينيز الهنود والصينيين يعني دبل 99 يعني ايا كان الطريقه اللي بينهوا بيها الامتحانات، فيعني they are highly competitive candidates إلى جانب الأمريكان والكاريبيانز اللي أنا ذكرته لكم في أول الـ presentation. ناس بيشتكوا من ما عنديش research experience لما بحط CV بتاعي بعمل competition مع آخرين كله بيحط أنه عمل research experience سواء في الأندرغراد أو بعد الكوليج وأنا ما عنديش research experience. كذلك الناس اللي بيلاقوا صعوبة زي ما محمد ذكر sponsored أو non-sponsored observerships و-externships، فبرضو دي نقطة. فالناس بتبقى شغلة أذهان الناس هل مع high competition nowadays and I have to come to the states and I have to go to get along with the people and I have to do observership or externship. فدي كلها قصة بتبقى في أذهان الناس. فلذلك احنا أو أنا بحاول أنوه على موضوع الـ alternative route قد أنت بتيجي الولايات المتحدة وبتعمل أشياء كثيرة نذكرها إن شاء الله. طيب مين اللي ممكن يفكر في الالترناتيف راوت ناو؟ بالطبع اللي خلص الاستبات وناوي يقدم 2013 ماتش يعني خلص هو هيقدم، ف يعني ربما يجد ان الموضوع ليس ذو علاقه او اهميه كبيره. لكن انا بتكلم الناس اللي هو نوت ماتشد اللي ما جالوش ماتش وفرصته ابتدت تقل لانه اسمه اتحط في الماتش مره هي didn't match، اللي ما ابتداش لسه او اللي في البدايه عمل ستيب 1 ولسه يعني هيستنس او لسه عنده فاينانشال ترابلز او متردد او سنه كبير، زي ما ذكرت قصة الـ USMLE route والمصاريف المكلفة زي ما محمد قال 10 أو 15 ألف بالنسبة له بتخض يعني عنده خاصة اللي عندهم عائلات أو تزوجوا. وكذلك المجال مفتوح وأنا أراها فرصة رائعة لأي حد شغال في أكاديميا any academic position in Egypt يعني إيه اللي شغالين في قسم الفيسيولوجي عندنا أو برا القصر العيني الباثولوجيست الاناتوميست الفارما كل دول من يعني قدامهم فرصة رائعة ييجوا يعملوا ماسترز أو بي اتش ديز أو حتى بوست دوكس. طيب نبتدي نقول هاو هو الالترناتيف راوتس دول زي ما ذكرنا في بداية العرض، يا إما هتعمل بوست دوك فيلوشيبس يا إما جراد ستاديز. خلوني أرجع بس أوضح لكم نقطة إن بعد ما الطالب بيعدي من الكوليج ويختار إنه هيروح الجراد سكول
الجراد لما بتخش الجراد سكول بيبقى اسمك بي اتش دي كانديد، يعني انت هيعطوك في النهايه اذا صبرت او ماسترز كانديد. فبعد ما بتخلص الماسترز او بي اتش دي بتعمل ابحاث ما بعد الدكتوراه اللي سموها البوستوك، بس حتى تكون هذه النقطه واضحه عندكم. فاحنا هنبتدي الاول بالطريق السهل وان كان اللي هو ايه اللي بعد البي اتش دي او الماسترز. يعني ايه بقى قصه البي اتش دي او البوستوك، عفوا البوستوك فيلوشيبس ان بيزك ريسيرش. انا حطيت تو لينكس على على مواقع كيف نبحث عن هذه الوظيفه، بس خلوني الاول ابتدي اشرح لكم يعني ايه بوستوك فيلوشيب وايه الديوتيز، ايه المطلوب منك تعمله لو اتقبلت في وظيفه هنا كبوستوك ريسيرش، ايه المطلوب منك، ايه المزايا، ايه الكونسرنز او الديس ادفانتجز. انا شايف انها يعني الديس ادفانتجز بتاعتها قليله جدا بالنسبه للجراد سكول لو حد هيحب يعمل بي اتش دي. فهي بوزيشن وظيفه معينه في على كافه متاحه في كافه جامعات او جامعات الولايات المتحده كافه، بيدوها لاي حد مخلص بي اتش دي او الام دي جرادوس اللي هو احنا، اي حد مخلص كليه طب ومعاه الام بي سي اتش بي اللي هو الميديسن باشلور او سيرجري باشلور من حقه يقدم على بوست دوك فيلوشيب. طيب ايه الديوتيز المفروض لو دخلت بوست دوك او اتقبلت في وظيفه زي كده، مطلوب مني ايه طبيعه الشغل اللي هعمله؟ يعني ايه بوست دوك فيلوشيب؟ يعني انت بتروح معمل تشتغل 5 ايام في الاسبوع، كل يوم متوقع او متوقع منك المنتور بتاعك الاستاذ اللي هيسوبرفايز يو متوقع منك انك تشتغل من 8 ل 10 ساعات في اليوم، ساعات ممكن تيجي في الويك اندس بلس اور ماينس ويك اندس او على حسب يعني ضغط الشغل، وكله بنش ريليتد ورك يعني شغل غير مرهق تماما. يعني ممكن اول شهر او اتنين على بس ما تعتاد على يعني ايه معمل، يعني ايه بايبيت، يعني ايه تيشو كلتشر، حاجات البيزك تكنيكس في الريسيرش. بس بعد شهرين ثلاثه ويسترن بلوت كيو بي سي ار بي سي ار بعد ما تتعود عليها خلص الموضوع بيبقى سهل، كله بنش ريليتد ورك. طب ايه المطلوب عشان اقدم على وظيفه زي كده؟ مش مطلوب منك حاجه ابدا الا او مش مطلوب منك حاجه ابدا الا انك تبقى معاك الشهاده التخرج مترجمه بالانجليزيه والكليه بتطلعها، سي في تكتب سي في محترم لنفسك، وثلاث اساتذه هيبقوا ريفرنسز او ريفريز لان هيضطر الجامعه او الاستاذ العارض الوظيفه، وهفرجكم ان شاء الله صوره حتى تكون الصوره متضحه في اذهانكم واذهانكن جميعا، هيبقى مجرد محكم او ريفري ليك. الادفانتجز اظن انها اسهل طريق ممكن الواحد يجي فيه الولايات المتحده، طبعا خلاف اليو اس ام ال والجراد سكول اللي هنتكلم عليها اذا سمح الوقت. ففيري ايزي واي ما بتكلفش حاجه على الاطلاق، بيعطوا سالري، بيعطوك سالري من 35000 ل 80000 على حسب المكان، يعني في الان اي اتش ممكن يوصل اللي هو وزاره الصحه الامريكيه ممكن توصل 80000 في السنه. يعني نقطة تالتة، لو حد حب يكمل في هذا التراك تينيور تراك يعني متعين في كلية أو متثبت في وظيفة، لو حد حب يكمل فيه ممكن يعينوك associate professor assistant professor، فشيء كويس جدا. يعني الفيزا طبعا بتتغير وبيعطوك جرين كارد، وده اللي هيحب الطريق ده ويكمل ويقول لك لا يا عم أنا هكمل في هذا الطريق ده شغل بسيط، أنا عندي عيلة، أنا مش عايز residency، أنا سني كبر. كل هذه يعني advantages ممتازة للي هو حتى حب يغير رأيه أو يحود السكة من الكلينيكال للبيزك ريسيرش. اهم مزيه انا اراها ولعلكم ستتفقون وتتفقنا معي اكسس تو يو اس، يعني انت خلاص جيت الولايات المتحده كميه كونكشنز غير عاديه خلال المؤتمرات اللي هتحضرها، البرزنتيشنز اللي هتلقيها وانت شغال كبوست دوك سواء كان جورنال كلوبس او سيمينارز، فهتبقى ليك كونكشنز غير عاديه. فاي ريكومنديشن ليترز هتطلع بتبقى بس سهل جدا انك تحصل على ريكومنديشن ليترز من اساتذه امريكان كمان، بيبرز هتنشرها، ومعظم المعامل ومعظم البوستوكس حتى لو كان مش شاطر بينشر معدل ورقه كل سنه which is very very good. يعني بخلاف بعض ما يظن ان البيزك ريسيرش صعب، هو صعب بس البوستوك غير الجراد ستودنت لما هنتكلم ان شاء الله، فهتنشر لك على الاقل ورقه او اتنين which is very good، هاي بوست يور سي في very high. المصاري طبعا او الاموال او السالري اللي بيعطوه لك هتستغله في انك الا هيفكر يقدم او يعيد التقديم او بيحضر او بيكمل يو اس ام لي ستيبس، على الاقل هو بيجيب الفلوس اللي بيدفع بيها الامتحانات فيبقى بيسبونسر هيمسيلف، الى جانب الاشياء الاخرى المميزات كثيره اخرى. يعني
وطبعا ميزة أخيرة، طبعا أنا ذكرت إن هو الثمن ل 10 ساعات، يعني حتى لو فرضنا إن هو 10 ساعات كل يوم، على الأقل ليك ساعتين ثلاثة تقدر تذاكر فيهم يو اس ام ال اي، لو فكرت أو لسه في بداية اليو اس ام ال اي أو الأشياء الأخرى اللي ذكرناها هو كان دو إت. فبيديك وقت كمان يعني بيصرفوا عليك وواخد بوزيشن في كوليدج، وكذلك وقت لو تحبيت تغير رأيك وترجع تاني للميديكال تراك كلينيكال تراك، انك ترجع من اليو اس ام ال اي. انا عملت لكم ده منظر الصفحه، اللينك اللي انا اول بوست دوك شوبس ازاي بندور، فهو عباره عن ده اللينك، وانا طبعته في احد السلايدز بتاعت الباوربوينت برزنتيشن. في فور جوب سيكرز اللي هو انتم، وامبلويرز اللي هو زي لاب تكنيشن، احنا مش عايزين دون، احنا عايزين فور جوب سيكرز. هتبتدي تضغط، يعني لو لاحظتوا هتلاقي في سيرش جوبس ومانج يور ريزومي، تكتب السي في بتاعك وبعدين تو ابلود ات على الموقع ده. وفي موقع لينك تانية لو عايز هم يبعتوا لك ده، في فرصة عمل عرضها المعمل الفلاني. فمثلا احنا ضغطنا على اللينك بتاعت سيرش بوست دكتورال جوبس، فادالك بوست دكتورال جوبس في فيلدز كتيرة. طبعا احنا يهمنا دون الميديسن او الهيلث ريليتد، يعني انتم مش هيهمكم لا سوشيال ساينس ولا الاشياء الاخرى، فيهمنا الميديسن والهيلث ريليتد ساينسز اللي هو زي ما ذكرت الباثولوجي والاناتومي والفارماكولوجي. فلو ضغطت عليه بيبتدي يعرض لك زي ما انتم شايفين في بوست دكتورال فيلوشيب في المدينة الفلانية، المعمل الفلاني عارض، الدكتور الفلاني عارض. لو دققتم هنا هتلاقي زي ما تجدوا هنا بوست دكتور فيلوشيب ان فاسكولار ديزيز، ان اميونولوجي في الجامعه الفلانيه، معرض كذا. لو ضغطت على كل لينك فدي كميه غير عاديه من الوظائف، وزي ما ذكرت مش محتاجه فقط الا السي في، ثلاثه ريفرنسز والشهاده بتاعتك، وبعدين ما تبتدوا تتسلوا بقى، تقوم ضاغط على لينك individually. طب الوظيفه دي ايه الاليجيبيليتي كرايتيريا بتاعتها، ايه الكريدنشنز اللي محتاجينها، الاستاذ الانترست ريسيرش انترست بتاعته ايه. فدي نقطه. طب هاو تو ابلاي بقى، انا وريتكم الموقع هاو تو ابلاي. اول حاجه اشترك على الموقع فري، تعمل لنفسك اكونت يوزر نيم اند باسورد، يعني تلوج ان فري، كريت ان اكونت فور فري، وتبتدي تجهز سي في كويس، تكتبه وتراجعه بالانجلش كويس، وتباستت على هذا الموقع عشان يبقى جاهز للاساتذه او انك تبعته للوظائف. لو شفت وظيفه عجبتك، انت بتدور كل يوم بتدور على خمسه سته وتقرا كويس، ووظيفه عجبتك هتقوم ضغط، فهتلاقي لينك ابلاي فور ذيس جوب. لو نخرج بره البرزنتيشن اوريكم شيء عملي، فمثلا ادي البوست دوك، ادا سيرش جوبس، وبعدين medical health sciences. فلقيت مثلا هضغط على وظيفة في الاميونولوجي، واحد هيشتغل اميونولوجي او هيشتغل medical image analysis، نختار مثلا. فانا قريت الجوب ديسكريبشن والاليجيبيليتي كرايتيريا ومين اللي عرضها وعجبتني، هقوم ضغط على اللينك دي يعني apply for this job. وممكن هنا ادى المكان اللي هتقول post your resume here، فهتقوم ضاغط وعمل له upload already من السايت بعد ما تعمل free registration. ولو عجبتك الوظيفة تقوم apply ضاغط عليها. بس طبعا انا ما عنديش لا يوزر نيم ولا باسورد، فانتوا لما تسجلوا ان شاء الله هتلاقوا الموضوع اسهل كتير. طيب نرجع تاني لل presentation. في موقعين بس، اخر نقطه في السلايد دي، في موقعين فقط اضافه الى موقع postdocjobs.com، في universityjobs.com او sciencejob، يعني زي ما حكيت قصه هذا الموقع، في موقعين تانيين ممكن تدوروا عليهم. هي الفكره ان البوست دوك جوبز غالبا بتبقى استاذ شغال في معمل ومعاه جرانت معاه فند بيدور على بوست دوكس، فغالبا هيكون عن طريق استاذ، مش جامعة هي اللي هترسل لك، ده أستاذ في معمل أو سكرتيرته هي اللي هترسل لك وتقول لك الأستاذ عنده interest to recruit a postdoc position في الوظيفة الفلانية وهكذا. يعني هي بتبقى offered by professors and mentors في جامعات. أنا مش شايف ليها disadvantages، لذلك أنا حطيت عنوان السلايد دي concerns. يعني ممكن ناس تشتكي تقول هل هيبقى في work overload عليا، يعني حتى لو افترضنا أنك تشتغل 10 ساعات، مش كل يوم هتشتغل 10 ساعات ومش كل يوم هتنزل الويك إندز. يعني انا مش شايف ان دي هتكون قصة كبيرة او يعني مشكلة كبيرة. نوع الفيزا اللي بيدوها غالبا معظمهم بيدي J1 فيزا، ممكن تتنيجوشيت معاهم او تتكلم على H1B على حسب لو انت هتدفع. يعني انا اعرف نموذج
واحد برضو كان معاه كلية طب زينا كلنا، وقال لهم انا هدفع لنفسي، I'm gonna sponsor it for myself، يعني اعطوني انتوا بس issue H1 for me and I'm gonna pay 5 or 6,000 whatever it requires to issue the visa. فوافقوا اعطوا له ال H1B وهو اللي دفع الفلوس بتاعتها. هل مطلوب ان يكون عندي extensive previous research experience وناشر publications في international journals؟ لا مش مطلوب. 10 بس ال 20% من البوست دوكس هم اللي بيبقى عندهم فعلا من الباسيفيك ريم اللي هو من الفلبين واليابان يعني هو بس 10 20%، لكن كل اللي بيجوا هنا بتبقى connections، علاقات، استاذ في مصر يعرف استاذ هنا فرشحك وقال له فلان ده ممتاز، تبقى كلها علاقات وكل الحاجات الباقيه بتتالف. يعني ليس شرط ان فعلا تكون عملت اكستنسيف ريسيرش وبابليكيشن، رغم انك هتلاقي ده في الكرايتيريا ريكوايرد، بس صدقوني القصه غير ما انتم فاهمين. انا اعرف ناس كثيره جدا لم ينشر، يعني تقريبا 70% من اللي بيجوا هنا بوست دوك بوزيشنز ولا عمره نشر ورقه ولا يعرف يمسك بايبيت اساسا، بس بيجي ويتعلم وكل شيء بيمشي، وهم عارفين الامريكان عارفين، بس هو بس مجرد بيحط الاليجيبيليتي كرايتيريا اونلاين. اظن الوقت في الطريق الثاني الجراد سكول هيبقى فيري انترستينج نتكلم فيه، بس اظن الوقت ممكن نعملها محاضرة تانية، بس يا ريت اسمع تعليقاتكم واسئلتكم واستفساراتكم وان شاء الله ارد عليها على حسب الخلفية، واللي انترستد لو انا اقدر اساعده في باي وسيلة ممكنة تحت امره، اللي عنده اكسبيرينس هو نفسه اشتغل بوست دوك هنا يا ريت يضيف الخبرة بتاعته. مشكورا، اهلا وسهلا بي، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.